قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد. في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق بحصيلة كورونا في الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا جمال فرارة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 101382 حالة، في حين ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2792 حالة وفاة رحمهم الله بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، بينما تماثلت 206 حالة للشفاء من فيروس كورونا ليصل عدد المتعافين إلى 68589 حالة، فيما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة حسب ذات المصدر. الخبر الموالي تعلق بحفيظ دراجي، حيث تسببت تغريدة لنجم الشاشة الرياضية حفيظ دراجي في حرج كبير بعدما تلقى هجمة غير مسبوقة من شخصيات سعودية وإماراتية بعدما دافع عن قطر. حفيظ دراجي سحب تغريدة الشيتا التي كانت سبب غضب الخليجيين دون أن يرد على التغريدات المنتقدة والتي تجرأ البعض فيها لسب دراجي واعتباره خائن لوطنه الجزائر. شاهدوا الصور إخوتي الكرام وشاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. الخبر الموالي تعلق باستيراد السيارات، حيث كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم تسليم رخص استيراد السيارات الجديدة الأحد القادم 10 جونفية، كما ستعود قاعات تقديم السيارات الجديدة إلى العمل، وحسب المصادر ذاتها سيتم منح رخصة واحدة لكل متعامل تسمح له بتمثيل علامتين على الأكثر. وحسب تسريبات متعددة فستسجل علامات الكلاسيكية ذات الشعبية الكبيرة لدى المستهلك الجزائري على غرار عودتها للسوق بقوة، فيما ستكون أغلب العلامات الصينية أيضا حاضرة. الخبر الموالي تعلق بأن الجزائر استقبلت وفد عسكري أمريكي على رأسه كاتبة القوات الجوية الأمريكية، حيث استقبل اللواء غريس عبد الحميد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني صباح اليوم الخميس بالنادي الوطني للجيش بني مسوس. باربارا باريت كاتبة القوات الجوية الأمريكية مرفوقة بالفريق الأول جيفري هاريجيان قائد التركيبة الجوية للقوات العسكرية الأمريكية لإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد عسكري هام. بالمناسبة أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط عمداء من وزارة الدفاع الوطنية وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق، وقد تناولت هذه المحادثات حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين. أما الآن إخوتي الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلق بأن أمريكا توجه صفعة للمخزن مباشرة من الجزائر، حيث قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر إن لا خطط لدى بلاده لإنشاء قاعدة بالصحراء الغربية. وصرح الوزير الأمريكي بخصوص القضية الصحراوية: لا يمكنني أن أحسم الأمر ولا يوجد لأمريكا خطة لإنشاء قاعدة في الصحراء الغربية. وتابع ديفيد شينكر اليوم الخميس: كل رئيس وله سياسته، لذلك لا يمكنني تحديد أو حسم الأمر، في إشارة منه أن الإعلان الأخير لدونالد ترامب باحتمال كبير سيتم إلغاؤه من طرف بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف شينكر: فيما يخص القضية الصحراوية، تعتقد أمريكا أن المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو هي الحل الوحيد للخروج بما يخدم الطرفين، وشدد على إلزامية عودة المفاوضات، مؤكدا أن إيجاد الحل يتطلب مقاربة أكثر جدية للوصول إلى حل. وقال أن الحل هو ما خرجت به منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها والذي كانت الجزائر دائما تدعو له. هذا الخطاب القوي للمسؤول الأمريكي نزل كالصاعقة على نظام المخزن، خصوصا وأنه كان من الجزائر. هذا النظام الذي كان يسبح في أحلامه، خاصة إعلامه الذي راح يؤكد أن أمريكا ستفتح قنصلية وقاعدة لها في الصحراء الغربية، ولكن يا فرحة ما تمت
المخزن يتكبد أشد الخسائر في هذه الأوقات. وبخصوص العلاقة الجزائرية الأمريكية، كشف عن اللقاء الذي جمعه مع وزيري الخارجية والمالية وتعزيز العلاقات التجارية والمالية والاستثمار بالجزائر. وفي الشق الأمني، قدر مساعد وزير الخارجية الأمريكية جهود الجزائر ودورها الريادي في مكافحة الإرهاب، كما ثمن الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في مالي وجهودها في حل الأزمة الليبية. أما أنتم إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق برئيس تبون، حيث خصص اجتماع ترأسه اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدراسة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات. وخلص الاجتماع بإصدار الرئيس تبون عدة قرارات وأوامر هامة، وهي الانتهاء في أقرب الأجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضير الاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد، الأخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون الجديد الالتزام بأخلاقة الحياة السياسية، إبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي، فسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضية تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية، توزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية. وحضر الاجتماع كل من أحمد العرابة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، بالإضافة إلى محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما قدم أحمد العرابة تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام، فيما قدم محمد شرفي مساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات. الخبر الموالي تعلق بتسمم 18 طالب بمعهد تكوين بسطيف، حيث نقل 18 طالبا داخليا بمعهد التكوين المهني حداد الشريف إلى المستشفى صبيحة اليوم الخميس بعدما أصيبوا بتسمم غذائي حاد. وحسب رئيس مصلحة الوقاية الدكتور كوس اليمين، فإن تسمم الطلبة كان بسبب تناول كمية من الميكروبات بإقامة المعهد. وحسب مصادر، فإن إدارة المعهد استدعت على جناح السرعة ممون اللحوم للمعهد، وأكد هذا الأخير أن اللحم الذي تم جلبه مؤشر عليه من طبيب بيطري. ورجح ذات المتحدث أن عمال المطبخ أعدوا وجبة العشاء باللحم المفروم، وهذا ما يفتح الاحتمالات على أكثر من فرضية. كما أضاف ذات المتحدث بأنه لم يبلغ عن الطلبة المتسممين رغم الحالة الجد الحرجة من إسهال وتقيؤ لأكثر من 5 ساعات حتى 5 صباحا، وهو ما نفاه المدير الولائي بالنيابة، مؤكدا إن رئيس مصلحة المقتصدية كان ساعة الحدث في دورية لداخلية الذكور على 4 صباحا ولم يسجل أي طلب نجدة، بالإضافة إلى أن المراقب الداخلي لم يسجل أي طلب تدخل هو الآخر إلى غاية 8:30 صباحا، أين تم ملاحظة غياب بعض المتربصين على تواجدهم بالساحة كما هو معتاد من طرف المكلفة بالمراقبة ليتم طلب النجدة من طرف مدير المعهد بالنيابة، والذي بلغ بدوره رجال الحماية المدنية والسلطات الوصية بتواجد أعراض التسمم الغذائي. تجدر الإشارة إلى أن الطلبة تم إسعافهم وتحويلهم إلى المعهد ومن ثم إلى منازلهم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.